شكل او غرزة الوردة، وبنلاقيه الباترون عندنا بيدينا التقاطع في العواميد دي. موضوع بسيط جدا بس عايز تركيز، ان هي يعني الغرزة دي ليها خطوتين. انا هستخدم خيط الحرير اللي انا قلت لكم عليه، وده طبعا فيه لمعة، هو غالي شوية بس بيدي يعني رونق وبيدي قيمة اكتر للشغل بتاعنا، بالذات ان هو شغل بيقعد فترة. هنبتدي الغرزة معانا ان احنا ندخل الابرة في اطار اللاسيه من جوه، بس ما تبقاش على الحرف، يعني ندخلها شوية كده كده، وهنعمل نفس العواميد اللي هي موجودة في الرسم. بس قبل ما ننزل لازم نثبت الخيط بتاعنا، يعني بنثبته داخل الاطام بالطريقة دي، لو انتوا شايفين اهو. لو لقيناه مرخي بنديله واحدة تانية، يعني بنثبتها مرة تانية. المهم ان احنا لما نيجي نشد يبقى ثابت معانا، بياخد التقاطع اللي بعديه، حسينا الخيط مرخي بنثبته، بنثبته كده مرة تاني، يعني في كل عمود بنثبته. لو انت لقيتي الخيط، مهم الخيط عندنا لازم يبقى مشدود. خلاص كده احنا عملنا التقاطع بتاعنا، هنلاقيهم هنا زي ما انتوا شايفين متفككين، لازم نربطهم او نثبتهم. هنمرر الابرة بالطريقة دي مرة اهي كده، بنلفها يعني على منتصف العمود مرة تاني لحد ما توصل للنص هنا. هناخدهم شيلة بيلة على بعضيهم. ناخدهم ازاي؟ نمرر الابرة من تحت كده، اهم حاجة الخيط ده ورا الابرة عشان نعملهم بعقدة. بالطريقة دي شايفين كده بقوا كلهم مع بعض في عمود واحد، وممكن نديلهم واحدة تاني لزيادة التأكيد. كده احنا خلاص ثبتناهم كويس جدا. هنعمل ايه؟ نظام فكرة الوردة، احنا هناخد عمودين عمودين. اهم حاجة الخيط ما بناخدهوش لفة ولا اي حاجة، يعني زي ما هو، زي ما هو كده اهو، بندخل في ادي عمودين وبنطلع بمنتهى البساطة. كده احنا طلعنا، دخلنا في العمود ده وده، هنسيب الاولاني وندخل في التاني مع واحد جديد، برضو الخيط زي ما هو اهو، زي ما انتوا شايفين الخيط زي ما هو، انا ما بلفش ولا اي حاجة، هو بيلف معايا اوتوماتيك كده. فبيديني زي ما انتوا واخدين بالكم هنا لفة لفة على عمود. خلاص احنا كده دخلنا، هنسيب ده وندخل في ده في واحد جديد، وهكذا بقى هنكمل كده للآخر.
كده احنا خلصنا المرحلة الأولى من الغرزة، وزي ما انتوا شايفين في ناس بتكتفي بالجزء دوت بس، لكن عشان تدينا شكل الوردة احنا وقفنا خلاص، هنقف عند العمود دوت بنلفه لفة واحدة بالطريقة دي عشان نثبته. هنعمل ايه؟ هنيجي هنا هنلاقي في عواميد في الغرزة، هناخد اول 3 عواميد من فوق بالطريقة دي ونطلع بيها. تمام، هنروح راجعين في العمود ده وطالعين كده، نروح راجعين تاني. يعني ايه راجعين تاني؟ يعني ندخل هنا تاني وهكذا لحد 4 مرات. كده ما بعد ما بنوصلهم بيدينا الشكل ده. وهحاول اوضحها معلش في الجزء الثاني علشان الاولاني التصوير قطع مني كتير. احنا بعد ما بنيجي هنا بنخلص ده بنيجي للعمود اللي بعديه بنجيبها من ورا كده، وهنكرر نفس الحكاية. هنعمل ايه؟ هناخد اول 3 بالطريقة دي، ننزلهم لتحت وبعدين طالعين في العمود، بعدين نازلين. هنعملها 4 عواميد يعني ميلة كده، 2 عملنا 2 كده، 3 كده، 4. لو انتوا حابين تزودوا دي تبقى طالعه شويه بتزودوها كمان واحده، يعني مفيش اي مشكله. انت شوفي الدايره عندك واسعه او ضيقه وكبريها، يعني مثلا احنا بنزودها كده تاني الطريقه دي. فهنا بتكتر معانا الوحدات اللي من على الجنب. هنيجي برضو نعمل اللي بعديها، بندخل الخيط كده العمود من ورا، وبعدين نازلين في 3 اهي، 3، وبعدين راجعين، وهنكمل كده لبقية نهاية الوردة. شكلها جميل جدا وهي بسيطة، بس اهم حاجة تعرفي اتجاه الوردة ماشي ازاي. ودود الشكل النهائي لشكل الوردة اللي عملناه بشكل الباترون اللي هو العواميد. يا رب يكون عجبكم، ولو ما عجبكمش يا ريت، او في اي ملاحظة يا ريت تكتبولي في التعليقات، يهمني رأيكم جدا. ولو في اي غرزة حابين تتعلموها وانا ما وضحتهاش في القناة وعايزين او عايزين اوضحها من غرز اللاسير الروماني، يا ريت تقولولي ويا ريت نتواصل مع بعض. وما تنسوش تشاركوا الفيديو لو هو حسيتوه ان هيفيد غيركم. مع السلامة. Thank you.